السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سبارتنز. في أحد الأيام في سنة 2021 تم تسريب هذه الصورة. ظن الناس بأنه جهاز يشبه مايكروسوفت سيرفس برو، لكنه أقوى وموجه للجيمينج والألعاب. لاحقا أصدرت شركة أيسوس هذا الجهاز، جهاز أضعف بكثير من السيرفس وكان مخيب للآمال. لكن لو نقارنهم مع بعض نلاحظ فروقات بسيطة. القصد أن هذين جهازين مختلفين، فيعني أن في أمل لجهاز قوي يشبه السيرفس. لكن هذه كانت صورة مسربة، يمكن تكون مزيفة وكاذبة. في أحد العروض للتكنولوجيا في سنة 2022 قامت شركة أيسوس بعرض جهاز ROG Flow Z13. كان جهاز بقمة الروعة والهيبة. عجبني من أول ما شفته. هذا الجهاز هو شيء كنت أحلم به من سنين. جهاز يشبه السيرفس برو لكن فيه عضلات للجيمينج. شركة مايكروسوفت قررت بأن جهاز السيرفس برو 8 يكون شوية منحني على الأطراف عشان يكون أريح لما تمسكه وتستخدمه. أنا ما عجبني هذا القرار، حبيت الجهاز وهو كأنه مستطيلي بالكامل، وهذا يعطيه المنظر المتطور اللي يعجبني. جهاز ROG Flow Z13 صاير مستطيل بالكامل، وهذا هو اللي يعجبني. الجهاز من الخلف كأنه يصرخ شوفوا أنا جهاز جيمينج، نفس ما بعض الناس تقول، وأنا ما تعجبني هذه السوالف. أحب الجهاز يكون نظيف وكأنه نينجا. نزلت نسختين من هذا الجهاز، نسخة 2022 ونسخة 2023. واتكلم عن نسخة 2023 لأنها هي الأحدث. هذا الوحش في مواصفات قوية جدا ما شاء الله. المعالج اللي فيه هو معالج انتل فئة i9 من الجيل 13. طبعا هذه احد المعالجات القوية، لكنهم حطوا نسخة اضعف في هذا الجهاز لانه محمول وصغير. اما عن كرت الشاشة، فيه كرت RTX 4060 و RTX 4050. في نسخة فيها كرت اضعف وهو RTX 2050. نتكلم عن الكروت القوية. الأول اللي هو 4060 فيه 8 جيجا للفيديو والألعاب، أما 4050 فيه 6 جيجا. بالنسبة للذاكرة العشوائية اللي هي الرام، كلهم فيهم 16 جيجا. في إصدار خاص فيه 32 جيجا، اسمه Asus ROG Flow Z13 Acronym، ابحث عنه إذا تبي تعرف أكثر. المنافذ اللي في الجهاز قليلة لكنها قوية. عندنا أول منفذ خاص للجهاز اسمه XG Mobile Port. هذا المنفذ تقدر توصل من خلاله هذا الجهاز، اسمه XG Mobile. بكل بساطة في Graphics Card وبعض المنافذ عشان توصل أشياء أكثر للجهاز. بالنسبة للمنافذ الأخرى فهي كالآتي: منفذين USB-C، واحد 3.2 Gen 2 والآخر Thunderbolt 4، منفذ USB-A بقوة 3.2 Gen 1، منفذ السماعات والمايكات، منفذ مخفي في الخلف لبطاقات الذاكرة من نوعية Micro SD. يمكن بتسأل شنو الفرق بين نسخة 2022 و23؟ الفروقات الخفية هي داخل الجهاز، يعني القطع اللي داخله. كذلك منفذ الـ USB-A كان ضعيف جدا في نسخة 2022، كان بقوة 2.0. أما الفرق الظاهر هو اختلاف اللون في هاتين القطعتين، 2022 أحمر أما 2023 شبه بنفسجي وأسود. أنا متحمس جدا لهذا الجهاز، صغير محمول وقوي جدا ما شاء الله. هذا اللي كنت أبغيه دائما. أكيد بيكون غالي وسعره بيكون يسوى على الأداء اللي بيعطيك، وأبي آخذ واحد لي. هذا الجهاز هو شيء أتمناه من سنين عديدة.